السلام عليكم. إيران تلوح بقدرة طائراتها المسيرة على تهديد الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء. وأضاف سلامي في كلمة له أمس الاثنين أن طهران تمتلك مسيرات قادرة على التأثير على العديد من الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. وخلال السنوات الماضية تعرضت ناقلات نفط وسفن تجارية في الخليج لهجمات باستخدام فيها طائرات مسيرة وألغام بحرية، كما تم استهداف سفينة إيرانية على الأقل بلغم لاصق في البحر الأحمر. وتبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بشأن تلك الهجمات. وأمس وصلت مناورة ذوالفقار 1401 بمشاركة الوحدات المختلفة التابعة للجيش الإيراني على سواحل مكران بمراحلها العملانية الأولى، حيث حلقت طائرات مسيرة من طراز أرش وبار وأبابيل 5 من متن مدمرة سهند الإيرانية، وقامت بتدمير أهداف على الساحل بنجاح. وأجرى الجيش الإيراني مؤخرا عدة مناورات، من بينها مناورات الأمن المستدام 1400 في بحر قزوين في حزيران يوليو الماضي، ومناورات درع السماء 1400 في أيار مايو الماضي، إضافة إلى مناورات اقتدار 99 للقوات البرية الإيرانية. بالأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.